إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة أصيلة. إذا مباشرة متابعين الأوفياء من مدينة أصيلة، محالة من الحالات الاجتماعية، معنا السيدة هذه المسنة المريضة وكتعاني بصمت. السيدة هذه مسنة وكتعاني بصمت وكتطالب من المحسنين ومن المتابعين الأوفياء ديال قناة الشوف تيفي سواء من داخل أرض الوطن او من خارجه انهم يتعاونوا معها ويتواصلوا معها. اللي كيشوف راسو انه قادر يتعاون معها يتعاون معها، واللي كيشوف راسو انه ما قادرش غير يبارطاجي فدلوا على الخير كفاعله. هي مريضه مسكينه بالسرطان، السرطان قهرها، انتما كتعرفوا المعاناه، انتما كتعرفوا المعاناه اليوميه اللي كيعانيوها للاسف الشديد مرضى السرطان مع هذا المرض الخبيث، هذا المرض اللي للاسف الشديد قتل ناس، وهذا المرض للاسف الشديد محن ناس، وللاسف المعاناه اليوميه انتم كتعرفوا لا مع السبيطارات ولا مع الطرقان ولا مع مشاكل ديال التنقل، وزيد على ذلك مشكل ديال الدواء، ان الناس باش تشري الدواء الله يحسن العون الله يكون معاهم. الناس ما عندها ما تاكل، الناس ما عندهاش واحد الدخل اللي هو قار، الناس ما عندها اللي يعاونهم، ولكن للاسف الشديد. هذا نداء كنوجهو لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه اصيله. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو، اللي قادر يتعاون مع السيده هذه يتواصل معها عبر رقم الهاتف اللي وضعناه، اللي ما قادرش غير يبارطاجي فدلوا على الخير كفاعله. السلام عليكم، كنطلب المحسنين، كنطلب الله المحسنين، ما حلت مريضه بالقلب، مريضه بالسكر، مريضه بالسرطان، تحليلات ما صبتهاش ماشي اللي عملها لا سكري لا شي شحال، كنطلب الله محسنين يعاونوني اللي كتب الله باش نعمل سكري ونعمل تحليلات، ولادي وخايجي يعاونوني ضعافة ما عندهم شي، وانا عندي الله وليلكم، نطلب الله جهدكم. شحال دابا انت فيك السرطان؟ عطا جات منين؟ بسمته عرفته، مش عملت تحليلات الدكتور العسالي ولي صار مني طنجه بطنجه، قال لي خصك تعمل لي عمليه، قلت ما عنديش يدي ما حلتي حتى شي حاجه، الله يجزيكم الخير، انا كنطلبكم يا محسنين، ما حلتي الكراء، ما حلتي حتى شي حاجه، ما حلتي الدواء، ما عنديش باش نشري الدواء راسي. كنمشي لعند محسنين أصيلة ضعيفة، عيا ما يعطيوني كيقولو كيقهروني، أنا تقهرت في هاد المرض، أنا مزابقة فيكم مزابقة في سيدي ربي، نقسم الله، كنطلب الله، كنطلب الله، الله يرحم والدين، وجازيكم الخير، ورحم والدين، ما عندي حوايجي ولات كنبيعهم باش نشري الدواء. حوايجي وليت كنبيعهم ونشري الدواء، الله يجازيكم الخير وانت خيركم، الله يرحم والدين، وجهدكم محسنين، عاونوني اللي كتب الله، الله يرحم بابك ويمك، وخا ولادي يجي يعاونوني، وخا مزوجين عندهم هذا الشيء ضعافة، كل شيء عاونوني، وانا كنطلب الله محسنين. جهدكم نكتب الله عاونوني، انا المرأة بسرطان ما عندي جهد ما عندي حتى شي حاجه، تا خيركم الله يرحم والدين وجزاكم الخير، الله يرحم والدين، الله يرحم بابك ويرحم والدين، عملوا فيا الخير عملوا فيا الخير، الله يجزاك. ومريضه بضيقه ما خليت ما عندي لا عاوني، كنطلبكم نتوما محسنين عاونوني اللي كتب الله، مريضة بالسرطان، مريضة بالقلب، مريضة بكلشي، دابا بغيت بجهدكم وجهد الله، ما عنديش باش نعمل تا تحليلات سرطان، ما عنديش باش نعمل تا سكارين، الله يرحم والدين، قدر تعاونوني، الله يرحم والدين في هذا النهار، وجزاكم الخير. إذا كيما سمعتوا للأسف الشديد ما قدرتش حتى تهضر، راه كتعاني بصمت، وكنطلبوا من جميع المشاهدين انهم يبارطاجيو، اللي قادر يبارطاجي فالابنه ديالها هي اللي توضعنا في الصوره، السيده راه كبريه الله يحسن لها والله يكون معاها، الله يجيب لها الشفاء، وكنتمناو هذا النداء ديالنا لجميع المحسنين والناس اللي كيعاونوا انهم اللي قادر يتعاون معها يتواصل معها عبر رقم الهاتف، اللي ما قادرش
غير بارطاجي فدلو على الخير كفايه السيده حسن هوانا. مرسينا راه ما قدرتش تعبر على اللي بداخلها. الله يكون معها. معنا الابنه ديالها اللي تشرح لنا الوضعيه ديالها الكارثيه للاسف الشديد. السيده كتعاني في الصمت، وهذا نداء كنوجهوه للمحسنين والمتبعين الاوفياء ديال قناه شوف تيفي سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه، انه من اللي قادر وهو كيشوف راسو انه يتعاون مع السيده هذه يتواصل معها، اللي كيشوف راسو انه ما قادرش غير يبارطاجي فدلو على الخير كفاعله. السلام عليكم. الوالده مسكينه مريضه ما كتلقاش ما كتلقاش باش مسكينه باش تعاون، ما كتخدمش، ما كبيره ما كتقدرش مسكينه كتبيع حوايجها باش تشري الدواء وفيها سرطان. من جات من سبته حتى هي في سبته ما كتخدم ما والو، هي كتمشي مسكينه كتسعى الناس وما مسكينه بوبريه مسكينه ما عندهاش شكون يعاونها. وليداتها كاينين مجوجين وضعافين ضعافين يعني ضعافين يعني مكي يلا يفروا راسهم يلا في البيت ديالهم. والوالده مسكينه فيها السرطان هذه دابا شي مويش 6 شهور عاد حس ما عندهاش دابا دير سكارين 6000 ريال تشري الدواء حتى كتبيع حوايجها وكتبقى تسعى الناس هنا كيبقى يبكيوها. ماشي هذيك ازايله خاف تكايا كرهت خاطر ها هي كانت مسكينه ما ولا ما تترى فيها البركه هي عندنا باش نكتموا فيها الريحه صافي ماما صافي عاد فيها الضيقه فيها القلق ما عنديش عمليه ضعيفه. الله يجازيكم بالخير. انا كنطلبكم بوحدي ليك حنا ما عندناش بانا وما خصنيش نخسروا والدي والدي الله يرحم والدي كنتمنوا المحسنين يعاونوني اللي كتب الله. ما حلت الكرا ما حلت الدواء ما حلت كنتخنق صافا ماما الله يجازيكم بالخير. الله يرحم والدي ديالكم عمو فيها الخير. ولادي ضعافه ما عندهمشي كنمشي عند جواد فاصيله كينوطو فيا. الله يرحم والدين شحال قدم الناس يعطيوني عاونوني نكتب الله. ما حيت الدواء عندي غالي ضد القلب وسرطان. الله يرحم والدين. انا جاكم كنطلبكم من الله جاجيكم من الله لخيركم. جواد محسنين يعاونوني نكتب الله نعمل سكارين ونعمل تحليلات ما عنديش فاش نعمل حتى حاجه. انا فهمتيني كنبيع حوايجي باش نشري الدواء عندي غالي ما حد الضيقه ما حد ديال قلب غالي فهمتيني. الله يرحم لكم والدين الله يهزازكم بالخير. مرة كطيح مسكينه انا كنت قهر فازيله. الله يرحم والدين الله يتخيركم. الله يرحم والدين ما حلتي ثلاثه الناس اللي كيعاونوني وشي كل نهار نمشي عندهم الدوام هذا مره عندهم مره يقولوا لي عندي مره ما يعطوني شي مره كيقاروا لي. انا القهر فازيله. انا مجابده فيكم مجابده في الله. الله يجازيكم الخير. الله يرحم والدين عاونوني اللي كتب الله محسنين. جزاكم الله بخيركم. هاي هضرتي. اذا كنشكر جميع المشاهدين والمتبعين الاوفياء اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه اصيله. السيده راه كتعاني في الصمت للاسف الشديد وكطالب من المحسنين ومن المتبعين الاوفياء انهم يتعاونوا معها. اللي قادر يتعاون معها غير يبارطاجي، اللي ما قادرش غير يبارطاجي، اللي قادر يتصل بها عبر رقم الهاتف. اذا كنتمناو جميع المشاهدين انهم يتعاونوا مع السيده لان حاله كارثيه بكل المقاييس وبقات فينا للاسف الشديد وكتعاني في صمت للاسف. وهذا نداء كنوجهوه للجميع انهم يتعاونوا مع السيده هذه راه كتعاني في صمت للاسف الشديد. اذا كنشكر جميع المشاهدين والمتبعين الاوفياء وتحياتي للجميع.